المستشار علي جبالي يؤدي اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس السيسي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. على هامش الجولة العاشرة من محادثات أستانا ديمستورا يعلن أنه سيجري محادثات في سبتمبر لوضع اللمسات الأخيرة على لجنة صياغة الدستور في سوريا. ميليشيات الحوثي تعرقل الملاحة بميناء الحديدة وتقرير دولي يؤكد وجود أدلة جديدة على تزويد إيران بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار. انتصف ظهر القاهرة ساعة إخبارية شاملة من قناة النيل. أهلا بكم. يؤدي اليوم المستشار دكتور حنفي علي جبالي اليمين الدستوري رئيسا للمحكمة الدستورية العليا أمام رئيس عبد الفتاح السيسي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. أعلن المتحدث العسكري أن القوات المسلحة المصرية تتقدم بالشكر والتقدير للقوات المسلحة السودانية وأجهزة الأمن في معاونة القوات المسلحة المصرية في عودة الدورية المفقودة. عقد المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله عقد مؤتمرا صحفيا لاستعراض إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد العادي الثالث والإجابة على أسئلة واستفسارات الصحفيين. كان رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال أعلن الأربعاء الماضي انتهاء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، مشيرا إلى أن قرار فض دور الانعقاد سيصدر من جانب رئيس الجمهورية. وقال عبد العال إن دور الانعقاد العادي الرابع سينعقد في الموعد الذي سيصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة رقم 115 من الدستور. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مجلس النواب مراسل النيل عمرو عبد العزيز. عمرو، كيف تابعت المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الإعلامي لمجلس النواب لاستعراض إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد العادي الثالث؟ نعم أمل، يعني ربما دقائق قليلة تقصدنا عن هذا المؤتمر الذي سيكون فيه النائب صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، وذلك لعرض إنجازات المجلس والإجابة على أسئلة الصحفيين. من المنتظر أن يتم عرض أبرز إنجازات المجلس على مدار دور الانعقاد الثالث من عمر المجلس النيابي سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي. يعني بعض المعلومات التي وردتنا والتي من المنتظر الإعلان عنها بشكل رسمي مع بدء هذا المؤتمر أن يعني المجلس عقد 72 جلسة عامة بالإضافة إلى جلستين فرعيتين علاوة على الجلسة الخاصة بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية. امتدت الجلسة ساعات طويلة بلغت ل 264 ساعة، بلغ عدد 450 نائب من خلال عدد مداخلات بلغ 4435 مداخلة. على المستوى التشريعي وافق المجلس على 197 مشروع قانون مقدمة من الحكومة 10 أعضاء في المجلس، وبلغ عدد المواد القانونية التي تم الموافقة عليها 2757 مادة. أقر المجلس 12 مشروع خاص بتخصيص وزير البترول للبحث والتنقيب عن البترول. على المستوى الرقابي طلبات الإحاطة بلغت عدد طلبات الإحاطة لجنة إدارة المجلس 385 طلب، كما درست اللجان النوعية 390 طلب. البيانات العاجلة نظر المجلس حوالي 603 بيان. الأسئلة تم توزيع 1090 سؤال وإجابات الحكومة على 45 شفهية للجلسات العامة، وتم رصد التبيان على أغلب الأسئلة. يعني هذا كان أبرز ما ورد إلينا، ومن المنتظر الإعلان ونحن في انتظار انعقاد هذا المؤتمر الصحفي، وسنتواصل معك من جديد مراسل النيل من داخل مجلس النواب عمرو عبد العزيز. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة.
كشفت لجنة أمنية عليا عن حالات تهرب جمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها 2 مليون جنيه، فضلا عن وجود عطل ببعض الأجهزة الخاصة بميناء الأسكندرية البحرية. جاء ذلك خلال مرور اللجنة على ميناء الأسكندرية البحري ومراجعة كافة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف وانتظام القيد وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية والكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة. يأتي ذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومواجهة ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي. تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، أعلنت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر انضمام مصر لحملة القلب الأزرق الهادفة إلى حماية ضحايا جريمة الإتجار بالبشر. يأتي ذلك ضمن الأنشطة الوطنية لرفع الوعي بشأن هذه الجريمة والتي تهدد الأفراد والمجتمعات على حد سواء. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة فعالية ثقافية للتعرف بالطرق المختلفة لمكافحة الإتجار بالبشر عبر الدول. مصر كانت دايما سباقة بالنسبة لحماية مواطنيها، ومن أجل ذلك وضعت القانون سنة 2010 قانون 64، عملت اللجنة الوطنية من 2007. الضحايا مين؟ هم أكثر الناس فقرا وأكثر الناس عوزا عن رأي رئيس الجمهورية اللي ممكن يتم استغلالهم في الإتجار بالبشر. لابد أن يتكاتف الأشخاص والمجتمعات والمنظمات الدولية وغير الدولية، فلا يمكن للحكومة وحدها مكافحة هذه الجريمة، ويجب أن يكون المواطنون على وعي بخطورتها، فهم يجندون الأطفال ويغرون الشباب بوعود كاذبة، وهذا اليوم هو رمز للالتزام تجاه وعدنا بمكافحة هذه الجريمة. تقرير الأمم المتحدة اعتبر أن الإتجار بالبشر هو ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، استدر سنويا 150 مليار دولار وتأوي تحت مظلتها 21 مليون ضحية سنويا. هذا اليوم هام جدا، حيث اجتمع أعضاء الأمم المتحدة منذ 5 أعوام لتحديد يوم عالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، واتفاقية الأمم المتحدة حددت في بنودها الأشكال والشروط التي لابد أن تتوفر في الجريمة. بنفكر الناس بالقضية، بنقول إن إحنا كلنا ضد الإتجار بالبشر. الحملة، إطلاق الحملة أو انضمام مصر للحملة، يعني إيجابي وعالمي. الحروب والفقر والبطالة أهم موردي هذه التجارة التي تتمثل في أشكال كثيرة، منها الاستغلال الجنسي والإتجار بالأطفال وتجارة الأعضاء والعمل القسري. تجار البشر هم من يكتسبون من يأس الإنسان وأمله، ويتخذون من الأطفال والشباب والمهاجرين واللاجئين فريسة لهم، أما الفتيات والنساء فيستهدفهن بلا هوادة. ويبقى السؤال الأساسي، من هم تجار البشر وأي بشر هؤلاء؟ أحمد سعد الدين، النيل. يبدأ مطار القاهرة غدا الأربعاء في تسيير أولى رحلات الحج لهذا العام، وأعلنت شركة مصر للطيران أنها ستنقل خلال موسم العام الجاري 50,000 من حجاج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية والقرعة والتضامن وترانزيت. سيتم إنشاء غرفة عمليات الطوارئ لمتابعة تفويج الحجاج بمطار القاهرة، حيث استعدت الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة لبدء تفويج الحجاج لهذا العام.
من جهة أخرى، أكد رئيس شؤون الحرمين بالمملكة السعودية اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال الموسم الجاري، وأضاف أنه تم تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء وتأهيل الموارد البشرية بما يحقق مصلحة العمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. يعقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميسورا محادثات مع إيران وروسيا وتركيا في سبتمبر القادم للبدء في وضع اللمسات الأخيرة على لجنة تهدف إلى صياغة دستور سوري جديد. وتلقى دي ميسورا قوائم من الحكومة السورية والمعارضة بأسماء المرشحين المقترحين للجنة الدستورية. إلى ذلك أكد رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات أستانا بشار الجعفري، أكد أن المفاوضات التي تعقد في منتجع سوتشي بروسيا ستكون حاسمة. وتتواصل لليوم الثاني على التوالي الجولة العاشرة من محادثات أستانا بمشاركة ممثلي الدول الضامنة للهدنة في سوريا، وهي روسيا وإيران وتركيا. في السياق ذاته أعلن ألكساندر لافرنتيف رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر سوتشي بشأن سوريا، أعلن أن مسألة تشكيل اللجنة الدستورية تسير بخطوات تدريجية إلى الأمام داعيا إلى عدم عرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. وأكد المسؤول الروسي أن الاهتمام ينصب الآن على قضية الإصلاح الدستورية، مشيرا إلى أن هناك تطورات إيجابية في هذا الملف والذي بدأ العمل به منذ 6 أشهر. وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا خلال المحادثات بتعزيز الثقة بين الحكومة السورية والمعارضة، خاصة في إطار جلسات العمل الخاصة بتبادل الأسرى وجثث القتلى والبحث عن المفقودين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أكثر من 3000 لاجئ عادوا من لبنان إلى أراضي الجمهورية العربية السورية خلال الأسبوعين الماضيين. وجاء في بيان مركز الاستقبال والتوزيع والإقامة للاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية أنه منذ 18 من يوليو بلغ إجمالي عدد اللاجئين العائدين من لبنان 3826 وفقا للبيانات المعلنة. فإن هناك 7,150,687 لاجئا سوريا مسجلون في 45 دولة. شنت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن غارات على تجمعات لميليشيات الحوثي في مديريتي زبيد والدهيمي في محافظة الحديدة شمال غرب البلاد. كما قتل وأصيب مسلحون من ميليشيا الحوثي في قصف لقوات التحالف لتجمعات الحوثيين في إحدى المزارع شرق مدينة الحسينية بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة. وقالت مصادر إن قوات المقاومة الوطنية المشتركة وعلى رأسها ألوية العمالقة تواصل عملية التنشيط في المناطق الواقعة غرب زبيد وشرق وغرب التحيتة، تتخللها اشتباكات وقصف مدفعي لقوات التحالف على مواقع لميليشيا الحوثي. إلى ذلك أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تعرقل حرقة الملاحة البحرية بميناء الحديدة، مضيفا أن عرقلة ميليشيا الحوثي حرقة الملاحة ترجع إلى سوء إدارتها لميناء الحديدة. من جهة أخرى أكد تقرير للأمم المتحدة أن الحوثيين باليمن ما زالوا يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار لديها خصائص مماثلة للأسلحة المصنعة في إيران. Thank you.
تحذيرات من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن للمجتمع الدولي بأن ميليشيا الحوثية الإيرانية تعرقل حركة الملاحة البحرية بميناء الحديدة. المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي أعلن أن عرقلة ميليشيا الحوثية حركة الملاحة ترجع إلى سوء إدارتها لميناء الحديدة، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتسبب بكارثة بيئية تمنع وصول المساعدات عبر الميناء مما يزيد من معاناة اليمنيين. وخلال لقائه مع المبعوث الإيطالي إلى اليمن جيان فرانكو، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن حكومته دعمت جهود المبعوث الأممي، وأوقف الجيش اليمني والتحالف العربي العمليات العسكرية ل45 يوما لإعطاء الفرصة الكافية له لتحقيق نتائج إيجابية على الأرض في محادثاته مع الميليشيات الحوثية. في الوقت نفسه أكد تقرير للأمم المتحدة أن الحوثيين باليمن ما زالوا يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار لديها خصائص مماثلة للأسلحة المصنعة في إيران. وتقول لجنة خبراء إنها لا زالت تعتقد بأن صواريخ باليستية قصيرة المدى وكذلك أسلحة أخرى قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015. وبحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة من يناير إلى يوليو 2018، فإن فريق الخبراء تمكن من فحص حطام 10 صواريخ وعثر على كتابات تدل على أصلها الإيراني، ما يشير إلى احتمال أن تكون الصواريخ صنعت خارج اليمن وشوحنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني، حيث أعاد الحوثيون تجميعها. عودة من جديد إلى الشأن السوري، حيث تتواصل الجولة العاشرة من محادثات أستانا بشأن سوريا في منتجع سوتشي بروسيا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من دمشق الدكتور شريف شحادة الباحث بمركز دمشق للأبحاث. دكتور شريف، بعد التحية، قراءتك لما أعلنه رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر سوتشي بشأن سوريا بأن مسألة تشكيل اللجنة الدستورية تسير بخطوات تدريجية إلى الأمام، داعيا في المقابل إلى عدم عرقلة عودة اللاجئين السوريين لوطنهم من جديد. يعني الحكومة السورية دعمت على التأكيد بكل مؤتمر يدعو إلى حل الأزمة في سوريا، خاصة إذا كان هذا المؤتمر يحدث حقيقة إلى حل الأزمة بين مكونات مع سوريا. وأعتقد أن الجميع وصل إلى نحو أنه لابد من إرساء شيء جديد للأزمة السورية من الدستور الذي سوف يعلن. وأعتقد أن الجانب الروسي تحدث كما تحدث الحكومة السورية عن شيء جديد لبعض الفقرات في السوري السوري. هذا يؤكد أن الحكومة السورية جادة في البحث عن حل. أما بالنسبة لموضوع اللاجئين، فالحكومة السورية رحبت بعودة كامل اللاجئين وكافة اللاجئين في كل دول العالم وليس فقط الدول العربية، كما رحبت روسيا وأدت استعدادها للمساعدة وأرسلت وفدات إلى كل من تركيا ولبنان والأردن لبحث عن مسألة اللاجئين. أنا أعتقد أن هذا الحديث الذي هدف الوفد الروسي إلى المنطقة هو حديث صحيح لجهة أن روسيا تدعم الحوار وتدعم الجوثقة الجديدة للسور السوري الجديد وتدعم عودة اللاجئين، يعني نحن أمام انفراج أعتقد أنه جيد بالنسبة للأزمة في سوريا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور شريف شحادة الباحث بمركز دمشق للأبحاث، شكرا جزيلا لك على هذه النظرة التحليلية. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران لا تسعى لإحداث توترات في المنطقة أو عرقلة تدفق النفط الخليجية، لكنها لن تتخلى عن حقها في تصدير النفط. وأضاف روحاني أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي غير قانونية، مشيرا إلى أن الكرة أصبحت في ملعب أوروبا فيما يتعلق بالمحافظة على العلاقات مع طهران. من جهة أخرى، أعلن مستشار الرئيس الإيراني أن أي محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تبدأ بخفض التصعيد والعودة إلى الاتفاق النووي. وردا على تصريحات ترامب بشأن استعداده لإجراء حوار مع طهران، قال حميد أبو طالبي أنه يجب على الإدارة الأمريكية احترام الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده أبدت انفتاحا في الماضي إزاء الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات مع الإدارة الأمريكية الحالية مستحيلة، مؤكدة أنه لا يمكن الثقة في واشنطن نظرا لإجراءاتها العدائية تجاه إيران.
كان ترامب قال إنه مستعد للاجتماع مع الزعماء الإيرانيين بدون شروط مسبقة لبحث سبل تحسين العلاقات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني. وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أوضح ترامب أنه سيجتمع مع المسؤولين متى أرادوا ذلك. بعد أسبوع من تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده للقاء القادة الإيرانيين من دون شروط مسبقة. تصريحات ترامب جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزبي كونتي بالبيت الأبيض. ليس عندي مشكلة في لقاء أي أحد، أنا أؤمن بالاجتماعات والتحدث مع الآخرين، خصوصا عندما يتعلق الأمر باحتمالات الحرب. ليس هناك من عيب في الاجتماع، لذا سألتقي مع الإيرانيين إذا كانوا يريدون ذلك. لكن ترامب شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم السماح أبدا للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي. رئيس الوزراء الإيطالي وأنا متفقون على أن نظام في إيران يجب ألا يتم السماح له أبدا بأن يمتلك سلاحا نوويا أبدا، ونحن نشجع كل الدول للضغط على إيران. وفي مايو أعلن ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، ومنذ ذلك الحين تعمل إيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق من أجل إيجاد وسيلة لإنقاذ الاتفاق مع بدء الولايات المتحدة في إعادة فرض بعض العقوبات على إيران. قال المتحدث باسم رئيس المالية إبراهيم أبو بكر كيتا إن الرئيس يتقدم بفارق كبير في انتخابات الرئاسة وفقا للفرز الأولي للأصوات. من جانبه قال حزب مرشح المعارضة إن إسماعيل سيسي سيخوض جولة إعادة ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر بناء على الفرز الذي أجراه مندوبون تابعون للحزب. أكد كل من رئيس زيمبابوي إميرسون ومنافسه الرئيسي زعيم المعارضة نيلسون تشاميسيا ثقتهما في الفوز بأول انتخابات رئاسية تجري في البلاد منذ نهاية حكم روبرت موغابي والذي استمر لأربعة عقود. وأكد المتنافسان تواتر معلومات حول نتائجهما الأولية في التصويت، في حين يؤكد المراقبون أن نسب التصويت متقاربة بين ميناناغوا وتشاميسيا، ولذلك على نحو يصعب معه توقع من الفائز في هذه الانتخابات. في أول انتخابات رئاسية منذ سقوط زعيم روبرت موغابي، بدأ فرز الأصوات عقب إغلاق لجان الاقتراع التي شهدت مشاركة عالية بتصويت الملايين في العملية الانتخابية التي تميزت بخلوها من أعمال العنف. نريد تغييرا من أجل أطفالنا وتحقيق حياة أفضل لنا ولأولادنا، حياة أفضل للجيل الجديد. انتخابات شهدت أيضا مشاركة موغابي بإدلائه بالتصويت، معلنا إعطاء صوته لمرشح المعارضة. ويدور التنافس في الانتخابات بين رئيس إميرسون مننجاغوا الذي كان حليفا لموغابي لفترة طويلة، وبين نيلسون تشاميسا وهو محام وقس يسعى ليصبح أصغر رئيس لزيمبابوي. إنها لحظة عظيمة بالنسبة لزيمبابوي، ليس لدي شك في أنها إذا كانت عملية الاقتراع عملية مناسبة وأصلية وليست مزيفة، فالنصر بالتأكيد سيكون للشعب. ومن المقرر إعلان نتائج رسمية خلال 5 أيام، وتنتخب زيمبابوي أيضا أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210 وأكثر من 9000 من أعضاء مجالس البلدية، وسيكون أمام الفائز مهمة إعادة زيمبابوي مجددا إلى مسارها الصحيح بعد 37 عاما من حكم موغابي الذي تأثر بالفساد وسوء الإدارة والعزلة الدبلوماسية، ما فجر أزمة في بلد كان يملك في السابق أحد الاقتصادات الواعدة في القارة الأفريقية.
نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد. مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين في انفجار قنبلة بحافلة في غرب أفغانستان. المستشار علي جبالي يؤدي اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس السيسي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. على هامش الجولة العاشرة من محادثات أستانا، ديمسورا يعلن أنه سيجري محادثات في سبتمبر لوضع اللمسات الأخيرة على لجنة صياغة الدستور في سوريا. ميليشيات الحوثي تعرقل الملاحة بميناء الحديدة، وتقرير دولي يؤكد وجود أدلة جديدة على تزويد إيران بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع الزميلة مجد العاصي. مشاهدينا اهلا بكم. وقفتنا الاقتصاديه في بانوراما، وفيها وزير البترول يعلن طرح مزايده عالميه لاول مره للتنقيب عن البترول والغاز بمنطقه البحر الاحمر قبل نهايه العام الجاري. اهلا بكم مجددا. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المبعوث البريطاني للعلاقات التجارية جيفري دونالدسون الذي يزور القاهرة على رأس وفد يضم رؤساء ومديري عدد من كبرى الشركات البريطانية. ورحب مدبولي خلال اللقاء بتطلع كبرى الشركات البريطانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. من جانبه أكد دونالدسون على تطلع بلاده إلى ضخ مزيد من الاستثمارات البريطانية بمصر في مجالات جديدة مثل التعليم والرعاية الصحية والتشييد والبناء ومحطات تنقية المياه. قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إنه سيتم طرح مزايدة عالمية لأول مرة نهاية العام الجاري للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر في ضوء نتائج مشروع المسح السيزمي الذي تم تنفيذه بالمنطقة بالتعاون مع شركة وسترن جيكو التابعة لشركة شلنبرجر العالمية. وأكد الملا أن الوزارة تعمل حاليا من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البحث عن البترول والغاز وتكثيف الجهود الرامية إلى التوسع في طرح مناطق استكشافية جديدة تحظى باحتمالات واعدة، وخاصة المناطق الاستكشافية البكرة كالبحر الأحمر وغرب المتوسط، وجعلها مؤهلة لبدء عمليات البحث والاستكشاف لأول مرة. من جهة أخرى، كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد وقعت اتفاقية مع شركة بي بي للبحث عن البترول والغاز بخليج السويس، وبذلك يصل عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ عام 2014 إلى 88، بينما يجري العمل على الانتهاء من 13 اتفاقية أخرى في إطار مساعي قطاع البترول إلى الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز. الاستخدام الأمثل لموارد مصر الطبيعية هدف تسعى إليه وزارة البترول، ما دفعها إلى تطوير وتحديث قطاع البترول لضمان الاستدامة في الأداء وتحقيق انطلاقة جديدة لمستقبل مصر للمساهمة في التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي. هنا وعلى مسافة 190 كيلومتر من سواحل مدينة بورسعيد يقع حقل ظهر للغاز الطبيعي الذي يعد الأضخم في مصر وحوض البحر المتوسط باحتياطات تبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعب غاز. ويمثل مشروع تنمية حقل ظهر الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في
يناير 2018 مشروع الأرقام القياسية كأحد ثمار برنامج عمل وزارة البترول للإسراع بوضع الحقول المكتشفة على الخريطة الإنتاج والتعجيل بتنفيذ مراحل تنميتها. وفي مارس 2015 تم اكتشاف حقل آتول للغاز الطبيعي، والذي يعد واحدا من أهم الاكتشافات الغازية التي حققها قطاع البترول، ويقع على بعد 90 كيلومتر شمال مدينة دمياط. ويضم حقل آتول 3 آبار بحرية بالمياه العميقة لإنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز و10,000 برميل متكثفات يوميا. وقد بدأ الإنتاج المبكر من الحقل في نهاية نوفمبر 2017، أي قبل موعده المخطط ب7 أشهر. وفي ميناء سومت بالعين السخنة يمثل مشروع محطة تداول المنتجات البترولية والرصيف البحري أحد الركائز المهمة في برنامج عمل وزارة البترول. ويتضمن هذا المشروع 3 مراحل رئيسية تشمل إنشاء وتشغيل رصيف بحري بطول 2.5 كيلومتر لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وكذلك استكمال أعمال الرصيف البحري وإنشاء رصيفين بحريين وإنشاء خط أنابيب ومستودعين وطلمبات لاستقبال وتدفيق البوتاجاز وضخه إلى الشبكة القومية. المشروع يشمل إنشاء 9 مستودعات سعتها الإجمالية حوالي 3,000 متر مكعب لاستقبال وتخزين وتداول المازوت. وفيما يعد نقلة نوعية في مجال تكرير وتصنيع البترول، يأتي مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول كأحد أضخم المشروعات التي تنفذها وزارة البترول باستثمارات تبلغ 1.850 مليار دولار. المشروع يهدف لتعظيم إنتاجية المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل السولار والبوتاجاز والنفط وتوفير استيرادها من الخارج. إذن مرحلة فارقة في تاريخ قطاع البترول الذي حقق نجاحا قويا في التغلب على التحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بنسبة 100%. ونتحول لمؤشرات البورصة المصرية التي تباينت خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب. قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين. وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 4.9 مليار جنيه ليبلغ 867.7 مليار جنيه في ظل تداولات كلية بلغت نحو 278.5 مليون جنيه في منتصف التعاملات. أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من الأول من أغسطس 2018 ولمدة شهر. وأضاف معيط أن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية. ذكرت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية أنها وقعت عقد تمويل قيمته 1.1 مليار دولار مع عدد من البنوك للمساعدة في توسيعة عملياتها للنفط والغاز. شارك في الاتفاق مؤسسة سوماتومو ميتسوي المصرفية اليابانية وبنك أبوظبي الأول وسوسيتي جنرال وبنك ميزوهو الياباني وسكوشيا بنك، حيث تسعى كافيك إلى زيادة إنتاجها إلى 150 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2020 من أصل 119 ألف برميل يوميا حاليا، والمحافظة على الإنتاج عند هذا المستوى حتى عام 2040. أظهرت نتائج استبيانات أجرتها شركة أبحاث للسوق جي أف كي لصالح المفوضية الأوروبية أن ثقة المستهلكين البريطانيين والشركات البريطانية ما زالت أقل من مستوياتها قبل تصويت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016، وذلك قبل يومين من زيادة متوقعة لأسعار الفائدة. وأشارت نتائج الاستبيان أن مؤشر ثقة المستهلكين الرئيسي تراجع إلى 10 سالب في يوليو الماضي من 9 سالب في يونيو السابق عليه. وأرجعت الشركة انخفاض معدل ثقة المستهلكين إلى الغموض الذي يكتنف الانفصال الأوروبي في مارس من العام المقبل. وإلى الصين، حيث أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو القطاع الصناعي للشهر الثاني على التوالي في مؤشر على أن المصانع تواجه تحديات في ظل تصاعد الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن.
وانخفض المؤشر الرسمي لمدير المشتريات إلى 51.2 في يوليو من 51.5 في يونيو السابق عليه، وإن ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر 24 على التوالي. نهاية أخبار الاقتصاد، عودة لقراءة الأخبار السياسية مع الزميلة أمل نعمان بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قتل 11 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة لنقل ركاب في غرب أفغانستان. تزامنا نفذ مسلحون هجوما استهدف مقر هيئة المهاجرين والعائدين في جلال آباد بشرق أفغانستان. وقال مسؤول محلي أنه وقعت عدة انفجارات أعقبها إطلاق نار في الوقت الذي هاجم فيه مسلحون منطقة متاجر ومكاتب حكومية. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الهجوم والذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن. قال مسؤول أمريكي إن وكالات المخابرات الأمريكية رصدت نشاطا متجددا في مصنع بكوريا الشمالية كان قد أنتج أول صواريخها الباليستية القادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف المسؤول أن التصوير بالأشعة تحت الحمراء أظهر مركبات تدخل المنشأة في سانو مودانغ، لكنها لا تظهر إلى أي مدى محتمل وصل صنع هذا الصاروخ. كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعهد بعد قمته التاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بالعملية على نزع الأسلحة النووية، ولكن بلاده لم تقدم تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك. أجرت الكوريتان الشمالية والجنوبية محادثات عسكرية في قرية ماندونغ الحدودية بالمنطقة المنزوعة السلاح في ثاني مفاوضات بين الجانبين منذ يونيو الماضي. يهدف الاجتماع إلى مواصلة العملية على ما تم الاتفاق عليه خلال القمة التي عقدت بين الجانبين في أبريل الماضي، والتي وافق خلالها زعيما البلدين على نزع فتيل التوتر ووقف جميع الأعمال العدائية. كانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت إنها تعتزم خفض مواقع الحراسة والعتاد على امتداد الحدود الشديدة التحصين كخطوة أولية نحو تنفيذ الاتفاق. قالت الشرطة الأمريكية إن 4 أشخاص من بينهم طفل قتلوا في إطلاق نار في مدينة نيويورك. أضافت أنه تم العثور على امرأتين ورجل وطفل عمره 5 سنوات تقريبا متوفيين نتيجة جروح ناجمة عن طلق ناري داخل عقار في حي كوينز، مشيرة إلى أنها تواصل تحقيق في ملابسات هذا الحادث. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة. إحدى أشهر مؤسسات التجميل العالمية تطلق برنامجا تدريبيا لتصفيف الشعر مخصص للاجئات السوريات في لبنان. والآن مع أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة. ميل برنامجا تدريبيا لتصفيف الشعر في لبنان لمن يرغبن من اللاجئات السوريات الحصول على حياة مستقلة بعد استقرار الأوضاع في سوريا. يأتي هذا البرنامج في ظل ظروف صعبة يقاسيها السوريون في لبنان من أجل الحصول على عمل بشكل قانوني وآمن، حيث يعيش الكثيرون على المساعدات ووظائف منخفضة الأجر في قطاعات مثل الزراعة والإنشاءات.
رغم صعوبة الحياة، إلا أن الأحلام لا زالت تجد طريقها إلى العديد من اللاجئات السوريات التي يأملن بحياة مستقلة ذات يوم في الدولة التي ستستقر في نهاية المطاف أينما كان. 20 فتاة وامرأة من سوريا ولبنان حصلنا على فرصة للتدريب على تصفيف الشعر لمدة 6 أشهر تحت رعاية برنامج الجمال من أجل حياة أفضل التابع لأشهر مؤسسات التجميل على مستوى العالم. أنا كتير بحب تصفيف الشعر والميك أب، كتير يعني هوايتي هالشي، وإنه اتعلمه ويكون معي شهادة وافتح صالون وكفي يعني هذه المهنة. هاي الشهادة رح تكون لنا سند، يعني ما بنعرف شو بيصير معنا، وخاصة أنا لأنه بجوز ما أحسن كمل دراستي وظروف الحرب وكمان مصاريف كتيري، أجار باص مثلا، كتب ودفاتر وهيك شغلات مثلا، هاي من عدم مصروف البيت وبتغلى، وإنه الواحد أحيانا بتوقف الحياة فما بدي يستني تعشي. وبعد إنهاء فترة التدريب في إحدى صالونات تصفيف الشعر التي أقامته إحدى المؤسسات الخيرية اللبنانية في إحدى المدارس، ستحصل كل مشاركة على شهادة معترف بها دوليا، وسيكون بإمكانها إدارة صالونها الخاص للتجميل. حيمنحهم فرصة ليكتسبوا مهنة ممكن أنه يمارسوها ويساعدوا أنفسهم ويساعدوا عوائلهم أيضا، له أهمية لأنه بيعطيهم أفق غير وشهادة رسمية ممكن أن يستخدموها أينما كان في العالم. وللالتحاق ببرنامج التدريب اضطرت العديد من السوريات إلى الانتقال إلى بر إلياس التي أقيم بها صالون التجميل، وتصنفها الأمم المتحدة على أنها واحدة من مناطق لبنان التي تضم اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، ويجرى حاليا توجيه المساعدات إليها لدعم السوريين واللبنانيين على حد سواء. ويواجه السوريون في لبنان صعوبات في الحصول على عمل بشكل قانوني وآمن، حيث يعيش الكثيرون على المساعدات ووظائف منخفضة الأجر في قطاعات مثل الزراعة والإنشاءات. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. المستشار علي جبالي يؤدي اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس السيسي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. على هامش الجولة العاشرة من محادثات أستانا، ديمستورا يعلن أنه سيجري محادثات في سبتمبر لوضع اللمسات الأخيرة على لجنة صياغة الدستور في سوريا. ميليشيات الحوثي تعرقل الملاحة بميناء الحديدة، وتقرير دولي يؤكد وجود أدلة جديدة على تزويد إيران بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة والتي أتيناكم بها من قناة النيل للأخبار من قلب القاهرة، ومنها لكم كل تحية.